السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الحلوين في كل مكان، يا رب تكونوا بأحسن حال. لو ابنك داخل 5 ابتدائي، هنشوف مع بعض دلوقتي محتوى كتاب سندباد في مادة الدراسات الاجتماعية 2023. تمام كده، الطبعة الجديدة اهو 2023، علشان لو احنا حابين نشوف المحتوى او نشوف الكتاب ايه، عشان تقدروا تختاروا الكتاب اللي يناسب ابنكم. طيب هنا الكتاب هنشوفه مع بعض، هنشوفه ماشي ازاي. هو طبعا عبارة عن كتابين، الكتيب الكبير والكتيب الصغير. ده هو طبعا الميزة هنا ان هو جايب كل الدروس بتاعة المنهج في الكتاب الصغير. هنبدأ بالكتاب الصغير الاول، جايب كل الدروس اللي في المنهج، عبارة عن حدوتة. تمام كده، عامل كده الدراسات في طريقة حدوتة كده او قصة. هنا اهو اول حاجة القصة بتاعت موقع بلدي، بتحكي القصة الام مع صديقنا ادم. ماشي، هنشوف اهو دي كده القصة الأولى بتاعت، طبعا بيشرح كل حاجة في الدرس ولكن عن طريق قصة، فالطفل يحس ان انت مش بتذاكري له، انت بتحكي له حدوتة. فطبعا ده بيساعد ان المعلومات تثبت اكتر، وفي طبعا كمية صور حلوة جدا اهي بتساعد الطفل ان هو يفهم القصة بطريقة مصورة وحلوة قوي. تمام، الكتاب كله كده لحد النهاية قصص شيقة طبعا، وجاي فيها بعض الأسئلة. تمام، الفصل الخامس كل الدروس لحد النهاية حبايبي بنفس الطريقة كده، قصة اهو ومصورة طبعا زي ما قلنا، فيها صور حلوة وشيقة تخلي الطفل ايه ينجذب ليها. تمام، ده كده بيجي مجانا مع الكتاب او يباع منفردا ب28 جنيه، عشان بتسألوني عن السعر في التعليقات. تمام، طب الكتاب الكبير بقى يا ترى هيكون فيه اسئلة؟ لان احنا متعودين دايما ان الكتاب الصغير بيكون فيه هو الاسئلة او بيراجع، بيعمل مراجعات على الوحدات والكلام ده. فهنشوف الكتاب الكبير معوض الجزئية دي ولا لا. هنا طبعا الفهرس بتاعنا، وبعد كده هنا جايب لنا خريطة المنهج ازاي هنبدأ نمشي المنهج وتقسيمة المنهج ايه. تمام كده، الوحدة الاولى هنشوف الدرس الاول بيستعرضه ازاي. طبعا الكتاب الكبير سعره عشان ما قلتهوش 75 جنيه تقريبا، قبل ما ابدا اشرحه 75 جنيه. تمام، طبعا احنا كلنا عارفين ان الورق غلي جدا بقى بضعف، كل حاجه غليت. فطبعا في الكتب دلوقتي معديه 100 جنيه، ف75 ده طبعا يعني يعتبر كويس، وربنا طبعا يعينكم ويرزقكم رزق اولادكم. طبعا انا كمان عامله مسابقه على القناه، عشان لو نسيتم او محدش يعرف تدخلوا، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. برضو في كتب مجانية كتير قوي لحبايبي من سندباد. المهم ده الدرس الاول اهو، هنشوفه الموقع الجغرافي لمصر. طبعا الكتاب مصور حلو جدا، وحاطط لنا كده احسن حاجة فيه، يعني مميز لنا كده العناوين الرئيسية بالوان، والحاجات اللي هي هتشد الاطفال بيبقى الوان كده جذابة شوية. ماشي، ده شرح الدرس اهو. الكتاب منظم وحجمه كبير جدا، يعني حجمه مناسب للطفل ومنظم جدا. ماشي، بعد كده بعد ما الدرس يخلص يجيب أنشطة كتاب المدرسة. تمام، الدراسات الاجتماعية في حياة اليومية، كل دي أنشطة الكتاب المدرسي، عشان حبايبي اللي ما بيش مش بيشتروا الكتاب المدرسي. بعد كده تدريبات سندباد بقى على الدرس الأول، أي تدريبات طبعا كتيرة وحلوة، يعني منظمة وجميلة. هنا أهو تدريبات، ودي كمان، وهنا كمان تدريبات برضو، ودي كمان. تمام، يبقى كمية التدريبات حلوة مناسبة للدرس. تمام، وبتعوض الكتاب الصغير. بعد كده الدرس اللي بعده مقدمة والشرح برضو بالصور وبالرسومات زي ما احنا شايفين. وبعد كده بيجيب لنا ملخص الدرس. تمام، بيجيب لنا مثلا اولا مراحل نشأة الحضارة المصرية القديمة، كاتب لنا كل المراحل كده سريعا، وعوامل قيام الحضارة المصرية القديمة برضو كاتبها لنا وملونها لنا كده بطريقة حلوة تشد الطفل شوية. ماشي، بعد كده برضو الدرس خلص، خلاص الدرس التاني أنشطة الكتاب المدرسي أو أنشطة كتاب المدرسة أهي، هي دي جيبها لنا. بعدها تمام، يبقى كل دي ايه زي ما قلنا تدريبات الكتاب المدرسي. يبقى ده كده الدرس التاني، بيجيب لنا بقى تدريبات سندباد على الدرس التاني. ماشي تمام، هي دي تدريبات سندباد على الدرس التاني بنفس الطريقة كده. هنا اهو الصفحة اللي بعدها، ودي هنا تقريبا في حدود 5 صفحات
بس شامل كل الأسئلة من أول صح وغلط واختياري وخرايط أهو بما تفسر وما النتائج، ماشي كل ده بما تفسر، وهنا ما النتائج مترتبة على، واكتب كلمة صح أو خطأ واكتب المصطلح تمام، وهنا عامل مقارنات تمام، يعني أسئلة حلوة مناسبة للطفل. خلاص الدرس التالت كله بقى هيمشي بنفس الطريقة كده، وبعد كده هنا هنلاقي ايه زي ما قلنا ملخص في نهاية كل درس اهو، ماشي خلاص كل الكتاب بنفس الطريقة. وبعد كده في نهاية كل وحدة بيعمل لنا ايه بنك الأسئلة، يعني دي مثلا اهو امتحان على ما سبق بعد الوحدة، بعد ما نخلص وحدة كده كاملة، ماشي أنشطة الكتاب المدرسي وأنشطة السندباد على الدرس، بيجيب لنا امتحان على ما سبق، وبعد كده بيجيب لنا بنك الأسئلة بتاعة الوحدة كلها، هي دي طبعا بيجمع لنا كل الأسئلة هنا في نهاية الكتاب. بصراحة الكتاب يعني حلو لحد ما، والورق بتاعه برضو حلو، مش ان هو غامق قوي، لان طبعا كل ما الورق بيبقى فاتح كل ما سعر الكتاب بيبقى اغلى، فالورق طبعا كده مناسب جدا وحلو يعني، يعني مريح برضو لعين الطفل، مش هنقول ان هو وحش قوي، لا جميل بصراحة ماشي. وبعد كده في الاخر بقى جايب نماذج السندباد هنا اهو، نماذج الكبارات نموذج الخامس، وبعد كده جايب لنا بقى ايه الاجابات النموذجية بتاعت الاسئلة اهي كلها، ده كده بدل الكتيب الصغير، لان في بعض الشركات بتعمل الكتيب الصغير ده للاجابات، هو عامل الاجابات في نهايه الكتاب، وزي ما قلنا مخصص الكتاب الصغير دوت للقصص والحواديت بتاعه ماده الدراسات للصف الخامس ان شاء الله، لو عايزيني احكيها لكم كده كلها بطريقه شيقه عشان الاولاد يفهموها بدل ما يقعدوا يذاكروا كده او تعتبروها كمراجعه او تمهيد للدرس قبل ما ندخل في الدرس يسمعوا الحدوته. فلو انتوا عايزين نحكي لكم الحواديت اللي في كتاب الدراسات ده بتاع خمسة ابتدائي عرفوني في الكومنتس تحت او في التعليقات، وانا ان شاء الله احكيها لكم بطريقه حلوه جدا تجذب الاطفال تمام. اتمنى الريفيو يكون عجبكم ويساعدكم كمان ان انتوا تختاروا الكتاب المناسب، وعرفوني كمان محتاجين تصوروا كتب ايه او تشوفوا كتب ايه، وانا باذن الله احاول اصورها لكم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.